السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نايا من قناة حكاينا. كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي أقرأ لكم قصة جديدة إن شاء الله تعجبكم. يلا نبلش. حقيقي تماما. أقبل الأصيل وغربت الشمس وطارت جميع الدجاجات في المزرعة عائدة إلى مجتمعها في خمها، ومن ضمنها دجاجة صغيرة بيضاء تمشط أرياشها بمنقارها حتى سقطت من جسمها ريشة صغيرة على الأرض. كيف سقطت ريشة واحدة؟ تنهدت الدجاجة الصغيرة قائلة. ولكن قيل إن سقوط بعض الأرياش يؤدي إلى أكثر رشاقة وأكثر جمالا. إذا كان ذلك صحيحا فكلما أمشط أكون أجمل. ما أحلاه. في الحقيقة قالت الدجاجة الصغيرة هذا الكلام مازحة، ولكن الدجاجة الملتصقة بها تهامست على دجاجة أخرى. هل سمعت ما قالته قبل قليل؟ تلك الدجاجة الغبية اعتقدت أنها ستكون أجمل إن نتفت أرياشها كلها. كان هناك إلى جانب خم الدجاجات شجرة كبيرة تقيم عليها أسرة البومي، وسمع أفرادها الحديث بين الدجاجات. يا سلام، قالت البومة الأم للبوم الأب، هل سمعت هذا النوع من الأمر؟ هذه فضيحة، لابد أن أخبر صديقاتي هذا الأمر. فطارت إلى جارتها حيث تحدثت البومتان عن هذا الخبر كثيرا، ثم أخبرتا الخفاش بذلك، والخفاش نشره سريعا. بعد فترة قصيرة فقط انتشر هذا الخبر انتشارا سريعا كأنه له جناحان، حتى أصبح على كل شفة ولسان في المزرعة. هناك دجاجة نتفت أرياشها كلها في سبيل الجمال وكادت تموت من البرد. قالوا بصوت عال، في الحقيقة قيل إنها لقد ماتت. في صباح اليوم التالي اجتازت هذه القصة المشوهة كل المزرعة وانتشرت إلى خم آخر للدجاجات. وكان هناك ديك قد سمع هذا الخبر فلم ينم حتى الصباح، وأسرع إلى الصياح بصوت عال، خمس دجاجات نتفت أرياشها كلها للتباري في الجمال، وأخيرا مات جميعها. ما أكبر خسارة صاحبها. وأخيرا نشرت هذه القصة في الجرائد. إنه حقيقي تماما، فتحولت الريشة الصغيرة إلى خمس دجاجات ميتة. ونكون خلصنا قصتنا اليوم. إن شاء الله إنها تكون عجبتكم واستفدتم منها، وإلى اللقاء مع قصة جديدة. باي.